أهلا وسهلا بكم مرة تانية. معنا الدكتور رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وما زلنا في حوارنا عن الأوضاع السياسية في الغريبة غريبة جدا. طب نخش في موضوع تشكيل الحكومة مثلا. اتأخرت شوية؟ بالتأكيد ليه؟ بالتأكيد يعني، لا معرفش يعني، مش مفروض يكون الرئيس يكون عنده شيء جاهز، خصوصا ان هو كان في حوارات قبل الانتخابات بأيام مع الجبهة الوطنية، مع يعني ما كنا يعني، هل كنت تتوقعي ان الحكومة تتأخر ولا ده مفاجأة بالنسبة لناس كتير؟ لا لا انا يعني شخصيا كنت متخيل انه هيشكل حكومة فورا بالتأكيد يعني. بالتأكيد يعني، يمكن لو مثلا كان في محاولات ورفض وما إلى ذلك وطلع عليها الرأي العام كنت أفهم التأجيل إلى الآن، ولكن التأجيل دون أن يكون هناك سبب معلم، أنا ما يعني ما بقول ما بنفيش ولا بأكد إذا كان في سبب ولا لا، ولكن دون أن يكون سبب معلن إن إحنا نبقى داخلين في 3 أسابيع أو أكتر من غير ما يبقى في حكومة، لا يعني حاجة مستغربة، خاصة لو إحنا بنتكلم على مواجهة ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وبالتالي هنا أنت محتاج إن أنت تبقى ما بتواجهش اعتمادا على جماعة الإخوان المسلمين، ولكن اعتمادا على حكومة ومجموعة من المستشارين ومؤسسة، وهذه المؤسسة لم تشكل إلى الآن. حتى مؤسسة الرئاسة كل يعني كل ما بيتقال اسمي يقول لك القائم بأعمال، ولكن لم نرى إلى الآن التشكيل النهائي للحكومة ولمؤسسة الرئاسة. طب يعني ده تفسيره إيه؟ يعني لماذا يتأخر الرئيس في تشكيل أو في استكمال مؤسسة الرئاسة وفي تشكيل الحكومة؟ يعني إيه تفسير الموضوع دوت؟ خصوصا أنه هو محتاج هو عنده 100 يوم تعهد فيهم بحاجات كتير، يعني أنه يضيع شهر، يضيع تقريبا تلت المدة يعني. طبعا ما اقدرش اقول تفسير واجزم بيه، لكن اقدر اقول لك مجموعه من التكهنات او التصورات. يعني انا في تقديري ان الرئيس يحاول ان يوازن ما بين الاعتماد على اهل الثقه ممن يعرفهم من الفصيل السياسي والحزب الذي ينتمي له، واشراك الجماعه الوطنيه بشكل اوسع، ولكن بشكل كمان يرتضي منطلقاته ومشروع النهضة اللي جاي بيه. فالموازنة ما بين الـ3 حاجات، ان انت عايز، انت خبرتك مع جماعة وحزب سياسي معين، وفي ظروف اخرى كان من الطبيعي، يعني لو هو مثلا لو هو نظام رئاسي كان من الطبيعي ان هو هيجيب ناس من عنده من الحزب، احنا في موقف شائك، وبالتالي هو مضطر ان هو يبص بره ويجيب من ناس من بره. طيب يجيب مين اللي يخلق اولا يقبل انه يبقى جزء من حكومة، والرئيس محمد مرسي هو رئيس الجمهورية، ودي حاجة برضو الواحد يقول اللي ليه واللي عليه، شخصيات كثيرة جدا من الجماعة الوطنية لن تقبل ان تكون جزء من هذه الحكومة. هل هو ده السبب الحقيقي؟ لا، ده واحد من 3 اسباب يعني في تقديري. هناك سبب آخر له علاقة زي ما بقول لحضرتك، إن هو عايز يوازن، يعني تقول له مثلا تقترح سين أو صاد، فسين أو صاد ده يبقى عندهم هم عليه تحفظات، الإخوان الإخوان أو الدكتور محمد مرسي أو الفريق الذي يعمل معه، فما تعرفش طبعا إيه التحفظات دي ولا ليه ولا إمتى ولا فين. فعايز يجيب ناس من بره بس مش عارف يجيب مين من بره. عايز يجيب ناس تبقى متوافقة فكريا علشان تقدر تأدي كفريق، ما ينفعش ان انت تجيب اقصى اليمين واقصى الشمال مثلا مع بعض، ولو عملت كده الحقيقة هتبقى بتحاول ان انت تضحك على الناس بمعنى ما، وعلى الارض هتفشل. على الارض هتفشل طبعا، لان هناك فرق ما بين دعم سياسي، يعني الرئيس محمد مرسي او اي رئيس او اي من المرشحين كان ينفع ان هو يخلق حواليه حالة من الاصطفاف الوطني ويقول أنا بيأيدني كذا من اليمين وكذا من اليسار ومش عارف إيه كحال، لكن كجهاز تنفيذي لا، هذا الجهاز التنفيذي زي المركب كده، ما ينفعش يبقى فيه حد أو يعني اللي قاعد بيسوق عربية، ما ينفعش يبقى فيه حد بيزق شمال وحد بيزق يمين، لازم يبقى الفريق كله متفق ومنسجم فكريا وعنده اتجاه.
المشكلة بقى في الاتجاه. طب والفريق الرئاسي اللي سمعنا عنه، نواب شباب ومرأة، ويعني ده في أمل يتعمل ولا ينفع يتعمل، ولا هيبقى عنده نفس مشكلة الحكومة إنه ما حدش هيقبل وإنه الجماعة الوطنية مش هتوافق تشتغل مع رئيس من الإخوان لا المسلمين؟ لا لا، في ناس طبعا في ناس ممكن تقبل وفي ناس ممكن توافق وفي ناس يعني تقدر تلعب الأدوار دي وكذا. لكن خلينا نقول في فرق بين حاجتين. في فرق بين إن أنا أعمل، يعني أنا دايما بشبهها بإعلان ما كده، مش عايزة أقول الإعلان إيه، بس كان يجيب لك إيه، حد ملون، حد أفريقي وحد صيني وحد عربي وحد محجب ومش محجب، عشان يقول لك إيه هذا هو التنوع، وكل الناس الألوان المختلفة دي بتلبس هذه الماركة. يعني ده ما يمشيش الأمور بجد. يعني لو هو هيبقى فريق شكلي، ينفع ان انت تعمل كده، تحط يمين وشمال وست وراجل ومسيحي ومسلم وبهائي اللي انت عايزه. لكن لو احنا بنتكلم بجد، لازم يبقى في معايير للاختيار وصلاحيات واضحة لهذا الفريق، ثم يكون هناك ترشيحات تبعا لهذه المعايير ومتكافئة مع الصلاحيات او الادوار المطلوب ادائها، ومن هذه الترشيحات تعطي بقى هنا الافضليه. هنا فكره بقى التعدديه، تعطي الافضليه للفئات الاقل تمثيلا، مثل النساء، مثل المسيحيين، مثل ذوي الاعاقه وما الى ذلك. لكن في الاول يبقى في معايير واضحه، ويبقى في صلاحيات ومهام وادوار. كل ده يعني انت محتاج تخلق الهيكل الاول، وبعدين تسكن الناس في هذا الهيكل. الهيكل مش موجود. ده مش موجود. لا مش موجود. يعني احنا نعرف الفريق الرئاسي ده المفروض يبقى بيعمل ايه علشان نقول يبقى في مين. يعني انهي ملفات، وما مدى صلاحياته، وما مدى صلاحيات رئيس الجمهورية في اعطائه صلاحيات وهو لم تكتمل صلاحيات رئيس الجمهورية بعد. كل ده لم يحسم. يمكن هي دي الأسباب اللي مخليه الرئيس يعني مش عارف يجيب حد. يجوز، بس هنا بقى فكرة الاستشارة والبناء على الاصطفاف الوطني، ويعني حضرتك لما بتبقاش عارف تسأل صح، لكن ما لا يجوز ان انت تقول لي اصلا انا ما بعملش عشان انا مش عارف. طيب لو قلنا انه مسألة المصالحة الوطنية اللي دلوقتي عمالين بنسمع المصطلح دوت كتير، تعرف ان المصالحة الوطنية دي بإيه؟ هل هي حاجة كويسة ولا وحشة الأول؟ لا، ما هو أنهي مصالحة ومع مين؟ هو ده السؤال. يعني أنا قبل ما أطلع مع حضرتك كان في برنامج، وكان حد بيتكلم على فكرة الانتقام وتصفية الحسابات. لا، هو في ده يعني هذا عرف وتاريخ معروف في كل دول العالم. حينما تمر البلاد بطفرات كما التي تمر بها مصر مع الثورة، أنت تحتاج لما يسمى لجان المكاشفة والمصالحة. ليه؟ لأن هناك إرث طويل من استبداد ومن حقوق مهضومة ومن ناس عندها يعني حقوق ضايعة، ومحتاج أن أنت تعمل حاجتين: كشف حساب، أن أنت تحاسب من أجرم، ولكن هذا الحساب ما هواش بس لفكرة، ما هواش فكرة انتقام، لا، دي فكرة المحاسبية accountability اللي هي جزء رئيسي من الديمقراطية. والهدف الثاني منها ان انت لتمكنك ان تؤسس نظاما جديدا يتلافى عيوب وخطايا النظام السابق. يعني الناس اللي بتقول نفتح صفحة جديدة دول يا إما مش فاهمين يا إما مالهمش غرض يعني؟ لا، هم ناس مستفيدين. هو بيقول لك نفتح صفحة جديدة علشان الصفحة القديمة هي لو حسبته عليها هحطه في السجن لو ما عدمتوش. جميع الجو ده بالظبط كده، بالظبط كده. وهناك بقى تصور خاطئ ان هي المصالحة دي تعني ان احنا كلنا يعني ايه، كأننا أسرة واحدة سعيدة. لا، احنا مش اسره واحده سعيده. لو بمعنى اسره واحده سعيده، بنحاكم مبارك واولاده ليه؟ من صالحه بحطين احمد عز في السجن ليه؟ هؤلاء من يدعون ان فكره المصالحه والصفحه الجديده دي، ويقول لك، وفي ناس طرحت الحقيقه فكره العفو عن اللي موجودين في السجون دلوقتي اللي بيتم محاكمتهم.
بدل يعني بدل ما نتكلم على محاكم وعدالة انتقالية وعدالة ثورية وما إلى ذلك، بيدفعوا لا فلوس. بيقول يدفعوا فلوس ندفع. كأن دم المصري. أنا الحقيقة أنا عندي مشاكل ليها علاقة بأكبر من النظام. يعني إلى الآن نحن نحتاج جزء من العدالة الانتقالية دي، نحن نحتاج محاسبة على موضوع العبار الذي غرق فيها أكثر من 1000 مصري إلى الآن لم يجرم فيها أحد، واللي مجرمين عايشين بر، دول هنعمل فيهم ايه؟ استرداد الاموال اللي بر دي طلعت ازاي ونستردها، ويتم تجريم من شارك في هذا، ونتاكد ان النظام الجديد واللي غمض لن عينيه عن يسمح خروجها بالظبط كده، وانه النظام الجديد نتاكد انه لن يسمح بمثل هذا النهب وسرقه الاموال. النظام المصرفي يعني النظام السياسي والمصرفي، اصل دي مش مشكله نظام مصرفي فقط، النظام المصرفي في مصر من احسن الـ الانظمه، ويسال في هذا الخبراء، ولكن انا ما اعرفه يعني ان هو نظام جيد جدا، لكن هناك اراده سياسيه او غياب هذه الاراده. لما نتكلم على حادث كنيسه القديسين في اسكندريه الى الان، ده كل ده جزء انا لا يمكن ان اتكلم على مصالحه قبل ان تكون هناك عداله انتقاليه ناجزه تغلق فيها هذه الملفات، مش تغلق بس بتعويض من أديره في هذا، ولكن بتعويض بمحاسبة من أجرم، بالتأكد أن هذا الجرم لن يكون مسموحا، بأن النظام الجديد مش هيبقى فيه مثل هذه الثغرات، سواء في النظام الأمني أو المصرفي أو الإرادة السياسية التي تسمح بتكراره. طيب مستقبل علاقة المؤسسة العسكرية بالرئيس وبالدولة شايفاه ازاي؟ وما يعني ما تتوقعينه وما ينبغي ان يكون؟ طيب لا، ما هو انا ما اتوقعه مش مختلف على ما ينبغي ان يكون، لان انا متفائله جدا. طب كويس. ومش وده الحقيقه مش بس تفاؤل، ان هو ان بالضروره ان الرئيس وفقط هو الذي سينجز هذا، ولكن انا متفائله لاني متفائله بحركه التاريخ عموما وبالشعب المصري. بمعنى ايه؟ هذا النظام الذي فكره عسكره النظام السياسي بالشكل اللي موجود في مصر، هذا نظام عفى عليه الزمن. خلاص انتهى، يعني ما فيش كده في الدنيا. والدول الشبيهه تجاوزته من 20 و30 سنه. فهو دي حاجه يعني زي الكائنات المنقرضه، لو حضرتك لقيت دلوقتي بيض الديناصور مش هتعيش، يعني فاهم قصدي؟ خلاص انتهى بقى العصر ده، كان ايام العصر الطباشيري وكده. فايه دي فكره حركه التاريخ. عندك كمان بقى فكره الايماني بحركه هذا الشعب، يعني احنا كان من سنتين لا يمكن تخيل ما يحدث الان، لا يمكن تخيل انه يبقى يجي رئيس من السجن الى قصر الرئاسه ومن جماعه الاخوان المسلمين اللي كانت مضطهده، ان يبقى رئيس محطوط هو وابنه واولاده في هناك مجموعة من الأشياء يجب أن تنجز. المؤسسة العسكرية يجب أن تكون حدودها هي حدود الدفاع الخارجي، لا يجب أن يكون ليها لا مؤسسات اقتصادية ولا تدخل في الأمن الداخلي المصري بأي معنى من المعاني، ولا بالتأكيد أي نوع من الإشراف السياسي لا على الجانب الجهات التنفيذية أو التشريعية. هذا سيأخذ وقت، ولكن حركة التاريخ بالتأكيد في صالحنا. وهذه المؤسسة لا تملك، يعني عسكرة النظام السياسي في مصر تاني تمت في لحظة مع جمال عبد الناصر، كان هناك لهذه المؤسسة شرعية وبنت قاعدة شعبية شالتها ودعمتها وعملت تأميم وعملت إصلاح زراعي، وكان في قومية عربية، وبالتالي سمح لها ده بهذه الهيمنة اللي قعدت 60 سنة. ولكن انتهت مبررات هذا الأمر من عشرات السنين، استنفذتها، استنفذت هذه الشرعية ولم تخلق شرعية جديدة، بل على العكس سوء إدارة المجلس العسكري على مدى 16 شهر استنفذ ما بقى من هذه الشرعية اللي كان بينعكس في اهداف الجيش والشعب إيد واحدة. عموما أنا بشكر حضرتك دكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وبشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتنا في هذه الفقرة، وحنكمل بعد الفاصل مع شاعر مصر الكبير الدكتور صلاح عبد الله. تابعونا.